المهنة، وهناك الإعلامي، وهناك الكاسب، وكذلك هناك الأديب والفني. ملاحظاتي على السياسي مثلاً، نأخذ السياسي، نجد أن السياسي لا يحب أن يلاقي شعبه، طبعاً هذا العموم، يخاف من شعبه. المتدين بشكل عام وفهم للدين يخشى أن يلاقي ربه، هذا مشكلة. المعلم لا يحب اختصاصه، وهذا مشاكل. معلم الفيزياء ما يفتهم بالفيزياء، معلم الإنجليزي لا يعرف الإنجليزي، التاجر جشع في أكثر الأحيان ولا يحب المجتمع. هذا أكو واحد اسمه سادر جورو، هندي، وهو له محاضرات، يقول: عندما أذهب إلى المقهى وأطلب الشاي، يأتي صاحب المقهى ويفسر لي مشاكل العالم ويضع كل الحلول لها، لكن الشيء الوحيد الذي لا يجيد صنعه هو أن يقدم لي استكان شاي جيد، مع العلم أنه يعرف يحل كل مشاكل العالم. الإعلامي وخطابه، الإعلامي في بلادنا هو حقيقة إنسان داعية ومحشد وداعي للفتنة والإثارة في أكثر الأحيان، يعني أكثر من 95%. أنا ما شفت الإعلامي حيادي يتكلم عن الحقيقة كما هي. وأيضا شيء جلب انتباهي، كنت في سفرة قبل حوالي 30 سنة إلى فرنسا، وكان هناك آيفل تاور، احنا نسميه بالعراقي برج إيفل، ومو برج الشاور، آيفل تاور. لكن هناك مسلمين من السنغال وأفريقيا، انتبه هو إلى معاملتي، لأن أكو عنده ألعاب أطفال فكنت أشتريها، فإحنا نحب نتعامل. قال: أنت منين؟ قلت له: إحنا من العراق. ولا قال: تشوف أنتوا المسلمين والعرب يعني تعصرون الحاجة، إحنا ناس غلابة، انتبهوا علينا. فمن ذاك الوقت هو علمني شيء، أنه أنا أشتري من هؤلاء الفقراء بعنوان الصدقة والمساعدة. هاي ثقافة. الأديب والفني وصاحب المسرحية له دور مهم، يعكس هذه الحالة وينبه الناس عليها، وربما يضع الحلول. مثلا مقطع نثري لطيف كان قرأته، جاءت مرأة على مجلس من الرجال وقالت: من هو فقيهكم؟ فأشاروا إلى أحدهم وقالت له: كيف تأكل؟ قال: إني أأكل أسمي عليه وأصغر اللقمة وأمضغها جيدا وثم أبلعها. قالت: وكيف تنام؟ قال: أني أنام على الجنب الأيمن وأتلو بعض الأذكار ثم أنام. قالت له: انتبهوا. قالت له: أنت لا تعرف كيف تأكل ولا تعرف كيف تنام. استغرب هذا الرجل. قالت له: عندما تأكل تأكد أن لا يدخل في بطنك من مال حرام، وعندما تنام لا يوجد في قلبك غل على أحد. هذه أخلاق الرسول اجتمعت عليه الناس، لم تبالي بهندامه ولا كلامه المعسول عند بعض الناس، ولكنه خلقه وكلامه الجميل ألف بين قلوبهم، فأصبح العرب من أمة ترعى الغنم إلى أمة تقود الأمم. هناك صور أدبية في الشعر كذلك، مثلا تعكس حالة الفقر، أنا أسرتها لأنها مثيرة أكثر
من الكلام الذي سوف أقوله. مثلا الزهاوي يقول نعم مثلا شعر الجواهري يقول نامي جياع الشعب نامي حرستي آلهة الطعام. ما حيطلع السهر. الزهاوي يقول لقيتها ليتني ما كنت ألقاها تمشي وقد أثقل الإملاق. هذا يتصور حالة الفقر والإهمال من الناس المترفين. يأتي مثلا حافظ إبراهيم ويشخص بعض الحلول. قم إلى المعلم وفيه التبكي لا كاد المعلم أن يكون رسولا. الأم مدرسة إذا اعتدتها بل أعراقي. يقول شوقي وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذا تشخيص. يأتي الشعراء الوصف عندما يطلق لهم أنان التفكير والخيال. وهذا قول المعري قبل مئات السنين يصف. كنا احنا في المدارس نقرأ هذا وكان المدرس العربي يقول هذا يصف الدبابات. أتوك يجرون الحديد كأنهم سروا بجياد ما لهن قوائم. هذا هنا دور الأديب. طبعا لما تضعف الثقافة ويضعف المستوى أيضا يضعف دور الأديب ويكون تصويره تصوير مطابق للحالة التي يعني عليها الناس. كذلك المجتمع فيه منظمات ومؤسسات خيرية وغير خيرية تعكس حالة الأفراد من صعود أو تدهور. محطات التواصل الاجتماعي أيضا تعكس الحالة الثقافية وتجد فيها أكثرها من الأخبار غير مفيدة وأخبار تحث على التفرقة والفتنة والطائفية. دورها سأسميه بعد ولكن الآن يجب أن أقول ثقافة الفتنة. تحيي ثقافة الفتنة. كذلك الذين يقومون على بعض الندوات والمؤسسات يعني النوادي الندوية تراهم يشكون من حالة أحادية التفكير. هذه صور من الثقافة. إذن بعدما شاهدنا هذه الظواهر ماذا نعني بالثقافة؟ هل هناك تعريف للثقافة؟ نعم، الثقافة هي التعبير السلوكي عن الكم المعرفي الذي أخذه الإنسان خلال مسيرة حياته وهو هذا يتطور. يعني احنا نأتي نعرف الفيزياء والكيمياء والطب وكذلك العلاقات الاجتماعية. من بعد هذا الكم المعرفي تتولد لدينا مفاهيم. يعني مثلا ما هو مفهوم الرجل ومفهوم المرأة بالنسبة للزوجين؟ ما هو مفهوم الأسرة؟ هذه المفاهيم تتجسد بشكل سلوكي. فلما أنت تروح إلى اليابان وتشوفهم يعتنون بالناس هذا السلوك، هذا الظاهر ما تعودوا عليه وما خزنوه من معلومات بيّنت أن السلوك الصحيح هو الذي يحمي المجتمع من الانزلاق. الثقافة تختلف عن الحضارة وتختلف عن العلم. قد يكون هناك إنسان عالم بس هو عديم الأخلاق، وقد يكون هناك تاجر ناجح بالاقتصاد لكنه جشع. هذا لا نسمي أنه ذو ثقافة. أستاذ في الكلية يحب نفسه ويحب البروز لا يمكن أن تقول عليه مثقف. نعم العلم أساس الثقافة، ولكن هذا الإنسان لم يستفيد من علمه ليكون مثقفا. الحضارة هي كل الإنجازات
المدنية من عمارات، من صواريخ، من علم ذرة، من جيش وتكنولوجيا. هذه الحضارة أيضا الحضارة تستند على العلم، لكن كم هناك دول حضارية لكنها غير مثقفة. والأمثلة كثيرة في القرآن الكريم، قوم عاد الذين جابوا الصخرة في الواد، هذولا بعدين يعني الله سبحانه وتعالى بيّن أن حسن السلوك وحسن الأداء، والذي نحن أيضا نفهمه أنه لما نقول أنه هذا الإنسان مثقف وهذا غير مثقف، قد تجد في اللاحن في الريف هو مثقف، يحسن التدبير، يحسن التصرف بما لديه من إمكانات علمية ومادية. هل ممكن أن نشتري الثقافة؟ لا يمكن أن نشتري الثقافة. الثقافة تدريب وتأهيل، ولكن ممكن أن نشتري مقومات الثقافة. مثلاً نشتري، نطلب مدرسين، مدربين ناجحين، نعرف كيف نختارهم ذوي سلوك حسن. هؤلاء ممكن، لكن النتيجة والعبرة بالسلوك الناتج عن هذا الكم المعرفي. إذن الثقافة في البداية علم، ومن العلم ينتج المفهوم، أي ما نفهم من الجيش مثلا، ما نفهم من علم الزراعة، ما نفهم من الأسرة، فيتكون لدينا مفهوما، وعلى هذا الأساس هذا المفهوم يتولد لدينا سلوكا. فإذا عرفنا الأسرة وفائدتها للأولاد وللمجتمع أصبح لدينا سلوكا يحافظ على الأسرة، وإذا لا نعرف هذا الشيء يكون سلوكنا هداما للأسرة. وأنا حقيقة طلعت قبل حوالي أكثر من 10 سنوات جريدة الإيفنينج ستاندرد على يعني الإعلان الكبير تقول أن هناك حوالي 10,000 طفل يتركون البيوت على في إنجلترا نتيجة المشاكل العائلية. وأنت تشوف لك شاب يعني خالي من الأمراض بالشارع يستجدي، هذا نتيجة تفكك الأسرة. فهذه هناك علم، ولكن الثقافة في هذا المجال شبه معدوم. هل هناك أنواع للثقافة؟ نعم، كما عرفنا المطلوب من الثقافة هو كل سلوك جيد وكل تعامل حسن مع الإنسان ومع غيره من المكونات في هذا الكون. يعني مثلا علم الفضاء قد يستغل للتحدي أو للتحرش بالدول الأخرى وللتجسس، أو علم الفضاء قد يؤدي إلى اكتشافات مهمة كما هو الآن نحن في قضية الزوم الآن الحجر الصحي، ولكن نستفيد من هذه التكنولوجيا. فاستخدام الحسن لكل ما الله سبحانه وتعالى سخر لنا وكل ما هو موجود، حتى إلى أنت كنت لم تؤمن بالله سبحانه وتعالى، لكن إذا كان أدائك إنسانيا فهذه ثقافة حسنة. ومثل ما قلت أنه الثقافة أنواع، مثلا رعاية المعوقين، الرفق بالحيوان، كيف نتخلص من القمامة، هذه ثقافة الآن. المواد البلاستيكية التي تؤذي الحيوانات في البحر تجمع وتوضع وترسل إلى معامل لتكريرها وإعادة إنتاجها. كل يعني قل ما شئت من الثقافة الرياضية، أو يسموها الروح الرياضية كذلك. أن الثقافة الرياضية لماذا تسمى الروح الرياضية؟ لأنها قواعدها واضحة، والسباق معروف، والخاسر لا ينتقم من الناجح، وهذا يسمى ثقافة أو روح رياضية. هناك ثقافة الخطاب وثقافة النزاع، كيف المجتمعات الراقية لها خطاب مع شعوبها،
من غير تعسف أو تعنف. كذلك هناك وسائل لحل النزاعات من بالقضايا السلمية، وكيف يعني هذا مقياس لثقافة الأمة. العقاد له كلمة جيدة في هذا المضمار، قرأته له في كتاب يقول: احذر الأمة التي لا تكون الكلمة ليس لها معنى والزمن ليس له قيمة لديه. هذا طبعا مهم، يدل على أنه هناك احترام للإنسان واحترام للوقت واحترام لما ينتج من هذا السلوك الحسن الذي هو نسميه الثقافة، والتي نحن بأمس الحاجة إليها، خصوصا في هذا الظرف الذي اختلطت فيه الأمور كلها. عكس الثقافة البناءة، قل ما شئت، ثقافة الخوف، ثقافة الكذب، ثقافة التبعية، ثقافة الفتنة، ثقافة خلق العدو الوهمي والمؤامرة. طبعاً هذا دائماً العدو الوهمي والمؤامرة والفتنة، هناك يعني أموال تدفع لتكون هكذا الحالة. أخطر أعداء الثقافة الفقر والبطالة والعبث، لأن في هذه الحالة لا توجد مقومات للثقافة، يكون هناك جهل، ولا يمكن أن تبني من الجهل ثقافة. السؤال من بعد هذه يعني القضايا النظرية المعروفة لا أظن أحد يختلف عليها، كيف نبني الثقافة ونحافظ عليها؟ أول شيء هو بناء الأسرة. أنتم تعرفون في ماليزيا عندما زادت نسب الطلاق لديهم قبل عدة سنوات، طلبوا من كل فتاة وفتاة يعني قبل الزواج أن يحصل على رخصة الزواج. يعني أنت شلون لما تقود سيارة تحصل على رخصة السياقة. هذا طبعا تطور ثقافي مهم، أنه الأسرة يجب أنه رب الأسرة وربة الأسرة في البداية يعرفون كيف تبنى الأسرة وما هي الأسرة وكيف يحسم النزاع، وهل هناك دائما عشن ذهبي، هل هناك عصير تدفع بشدة سفينة الزواج. هذه كلها يعني يدخلون دورات للتأهيل والحصول على الرخصة. ليش؟ لأن الأسرة أو الأب والأم هم السبب في ولادة الطفل، وله حق عليهم بالرعاية والإرشاد. الآن ما هو هذا الحق؟ يعني كيف نحسن أداء التربية؟ هذا طبعا يبدأ بالأسرة ويمتد في كل مراحل التعليم إلى الجامعة وحتى الوظيفة. ولكن كل ما يكبر الإنسان يكون أقل تأثراً بالأسرة وأكثر تأثراً بالمجتمع وضوابط المجتمع. في ثقافتنا التي نشأنا عليها هي ثقافة التحفيظ وثقافة الردع والخوف. نحن نريد ثقافة التشجيع، ثقافة التفكير، ثقافة المحاججة. يعني هنا الأولاد اللي ربوا ونشأوا لا يمكن أنه أنت تجبرهم، وهذا طبعاً أنا مارسناه على أي شيء، لأنهم ولدوا في زمان غير زماننا وعلموا على الاحترام أنفسهم واحترام الفكرة والمناقشة، وجادلتهم بالتي هي أحسن. تشجيع التفكير مهم، وأهم منه تشجيع على التعبير. يعني أنا أعتبر نفسي من كنت صغير إلى أن تخرجت يمكن أنا لا أحسن العربية، لا أحسن اللغة. يعني أكثر الناس معوقين
في التعبير واستعمال اللغة. صحيح احنا نعرف مفردات اللغة العربية ونعرف الإعراب وننصب المفعول به ونرفع الفاعل، وربما في نهاية الحلقة هذه أطلب منكم أنه ما هي أخطاء النحوية. هذا مهم، لأن هذا أرسطو يقول تكلم دعني أراك. هذا التعبير مهم جدا. تنمية الخيال، أنتم تعرفون العلوم كل التطورات العلمية جاءت من الكتب يسموها فيكشن نوت فاكت، فيكشن الخيال. هذا يجب أن ينمى في المدارس والكارتون، والآن الكمبيوتر حقيقة يعني وسع مدارك الإنسان إلى ما لا نهاية. أنتم تشوفون في اللي عايشين في بريطانيا يشوفون أنه في كل مكان يسموه بارك يعني حقل، هناك لعبة كرة القدم للأطفال. وشوف هم يعني أكو ناس مراقبين يأخذون هذا الصبي، وطبعا البنات هم كذلك، ويدرب ويرعى على قابليته. نحن لا نحسن أن نعطي الرسالة للأجيال اللاحقة. لدينا مرض التسلط والأنانية، سواء كانت إرادية أو لا إرادية. إذا مت ظمآنا فلا نزل القطر. طبعا أنا في جمعية طبية وفي كل الجمعيات كنت أقول لهم نحن بحاجة إلى شيئين: محامي يحافظ على الأعضاء من هفواتهم، لأن احنا جئنا من غير ثقافة، من غير مجتمع نخطئ، وكذلك تدريب الأجيال القادمة على أن تأخذ مكان الآباء. للأسف هذا حصل لكنه بشكل ضعيف. أكو سموها personal development plan. هاي يعني شو كنت شفتها لما صرت consultant وإجت قوانين جديدة اللي هي الأودت، اللي هو يعني الأسسمنت والتقييم السنوي. كيف ترى نفسك الآن وكيف ترى نفسك بعد 5 سنوات؟ هذا أنا ما سامع به بالعراق. وهذا طبعا هذا مهم، لأنه أنت تنمي يعني الحياة هي كرقضة البريد. إذا تتذكرون الألعاب السويدية أنه كل واحد يركض فترة ويسلم الرسالة، هذا بيها مغزى عميق للي يريد أن يبني، حتى تزرع المحبة بين الناس، ويكون هناك تيم وورك. قرأت على احنا كنا بالأطفال بالمدارس الابتدائية يسموها لعبة الكراسي، إذا أنتوا سامعين. الأطفال يطوفون على الكراسي، وفي كل مرة يؤخذ كرسي، يعني يقل عدد الكراسي، فالذي لا يحصل على كرسي، شوف هذه بالبداية ركزوها في مخنا، فهو الخاسر. روحوا لليابان شوف شلون علموهم لعبة الكراسي. كلما يقل عدد الكراسي، الأطفال الباقين هم مسؤولون عن جلوس هذا الذي فقد كرسيه. هذا التعليم شيء يعني أين هذا من ذاك؟ يعني المدرس والمعلم يتأكد أن الطالب يعني هندامة واضح، وشفنا أفلام أنه المدرس يغسل الصف ويعدل الصف وينظفه. هذه يعني التعلم في الصغر كالنقش على الحجر. ناهيك عن الأستاذ الذي يعرف مادته وليس طالباً للمعاش أو الراتب، يشوف الطلاب كلهم يحبون درسه وكلهم يبدعون، لأن هذا عنده روح العطاء.
أما الذي جاء يعني حصل على وظيفة أو مرتب، هذه مشكلة. هذه كلها خصوصاً التيم ورك تخلصنا من مرض كبير وهو أحادية التفكير. إحنا نحكي عن أحادية التفكير، نحكي عن التيم ورك. أنا كنت حتى في يعني خلال وظيفتي أنه أمثل الرويال كوليج في تعيين الأطباء الاستشاريين وما دونهم، فكنت إحنا نسألهم عن التيم ورك وكيف يتعامل مع التيم ورك، شنو نقصده. طبعا هو كلهم يجيبون على هذا السؤال، لكن بالحياة العملية التيم ورك هو كيف تكون حصتي حصة الأسد. هذا لا يمكن أن تبني منه لا وحدة إسلامية ولا وحدة عربية. ولذلك أنت تشوف الوحدة، مؤتمرات الوحدة الإسلامية والوحدة العربية فاشلة، لأن الذين جاءوا إليها لا يؤمنون حقا بما يقولون. هذه تخلق حالة ازدواجية. نأتي إلى التاريخ والجغرافيا. طبعا أنا لازم أذكر في مصر في الستينات لا ينجح من هو ضعيف بالعربية والدين، وهذا يمكن شالت السبب في الوقت. إحنا في وقتنا يعني حصة الدين والعربي يأخذ، خصوصا حصة الدين يأخذها من هو متأخر في دراسته في موضوع الفيزياء أو الكيمياء. بناء الشخصية يعتمد على هذه الأشياء. وأكو موضوع آخر هو الهواية. أيضا عندما ندخل في عملية الانترفيو اللي هي انتقاء الطبيب سواء درجة التدريب أو كونسلتنت، نسأله عن هوايته بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ما هو السبب لنعرف من هو هذا الشخص؟ يعني لنعرف إنسانيته. هل هو إنسان يعني معقد أو هو إنسان منفتح؟ الهوية، الهواية، الرسم، الفن، الموسيقى تنمي الإنسان وتعطيه بعداً إضافياً إلى قابلياته العلمية. وخصوصاً الموسيقى، ترى الموسيقى يعني خصوصاً الموسيقى الراقية يعني ما يحتاج لها ترجمة، يفهمها كل الناس كما هي زقزقة العصافير. لا تحتاج النبي سليمان ليفهم منطقة الطيب. هذا البناء الشخصية وبناء الهوية عند الطفل وفي المدارس الابتدائية والثانوية وفي الكلية يمتلئ الطفل والإنسان بمواد الخير وأدوات التعامل وفهم الإنسان الآخر حتى ننجيه من مشكلة كبيرة عندما يكون في نهاية الثانوية وفي بداية الكلية. لأننا نعرف في هذه البدايات شبابنا هم عبارة عن صفحات بيضاء يتلقفهم سماسرة السياسة والنخاسين، فيتورطون في الأحزاب ومشكلة أحادية التفكير ومشكلة السلطة والتسلط التي هدمت بلداننا على العقود السابقة. نأتي إلى المجتمع. هذا ما يعالج الفرد كفرد. المجتمع، ما هو دور المجتمع؟ لابد من مرجعيات، ليس فقط مرجعية دينية. يعني أنت عقدية وإنما مرجعيات علمية، مرجعيات في الرياضة، مرجعيات بالفن، مرجعيات بالأدب. احنا في بلاد الغرب شفنا
لكل شيء له دوريات، مجلات، مو مجلة واحدة. ويقدر الإنسان أصلاً الأديب والفني، يعني أنت شوف هنا شارع إذا ساكن به مذيع أو فنان، الشارع يغلق، كل البيوت تصير غالية، يعني بها فلان قاعد. هذا يجب أن يتنمى، يعني لا يمكن أن تكون هناك المرجعيات تقضي على الفردية، فلا بد لنا من مرجعيات، وهذه المرجعيات واضحة للناس، مو مخفية وسرية. ومن هذه المرجعيات تتكون المؤسسات والأنظمة، هنا يسموها colleges، royal colleges، اللي هي تعطي الستاندرد لكل شيء، الستاندرد. المحاكم، ماذا نعني بمنظومة الأمن والدفاع وكل القوانين الأخرى التي تحد من تصرفات الأفراد وترجعهم إلى القانون وترجعهم إلى المجتمع. أنا فكرت كثير، لا طريقة غير هذا الطريق، يعني لا توجد عصا سحرية، ولا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ولن يبعث نبي بعد النبي الأكرم. وبهذه الطريقة نسترجع أنفسنا أولا، ثم نسترجع مجتمعاتنا، ثم نسترجع وطننا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أخي دكتور خالد على ما تحدث به. والموضوع طبعا طويل، أنا متأكد أنه أكو بعض الأسئلة. أنت أثرت موضوع الفقر والبطالة كأعداء الثقافة، ذكرت موضوع ثقافة الفتنة وهو موضوع مهم جدا، كيف نبني الثقافة، فأشرت إلى بناء الأسرة كنواة أولى لبناء مجتمع ثقافي، أثرت موضوع مراحل التعليم والتعليم من الابتدائية إلى الجامعة وما بعد الجامعة، ثقافة التشجيع على الابتكار والتفكير، ثم بناء الشخصية، بناء الإنسان، دور المجتمع ودوره في هذا، دور المجتمع في موضوع بناء شخصية الفرد والبناء الثقافي، ثم أثرت موضوع مهم جدا وهو المرجعيات العلمية والثقافية والفكرية والطبية وهكذا. فالوقت موجود عندنا، لأي سؤال أو أي تعقيب في هذا الموضوع المهم أهلا وسهلا. دكتور نعمل تفضل. مرحبا دكتور، شكرا دكتور خالد. It was interesting. هل الثقافة تتقدم أو تتأخر في الشعوب؟ الثقافة إذا في معناها الخير لا حدود لسمو الإنسان ولا حدود لسقوطه. هذا طبعا حدده الفلاسفة، ولإحنا لكوننا أكثرنا مسلمين موجود بالقرآن الكريم، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني ماكم أنا غير مسلم، ما في مانع، تفضل. حتى المسيحيين كذلك. عيسى عليه السلام يعني ضرب أحسن مثل في العطاء، أنا بحبه. وإذ قال عيسى للحواريين من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله وأحباؤه، نحن أنصار الله إليك. لا ما أقول إليك. هنا الأستاذ فاضل السامرائي لما يفسر هذا يقول قالوا نحن أنصار الله إليك ولم نقل نحن أنصارك إلى الله، يعني إحنا مؤمنين بهذا الفكر الذي جئت به، وأنت غير داعية لنفسك، وإنما نحن نؤمن بما جئت به ونلتقي في هذا المستوى.
فهذا تعبير دقيق، نحن أنصار الله إليك، يعني على هذا العقد الاجتماعي نحن معك. أنا أعتقد أنه كل ثقافتنا بالستينات والسبعينات في العراق كانت أرقى من ثقافة العراق اليوم، توافقني ولا لا؟ ما هو السبب؟ أنت يعني أنا أعتبرها الذي حصل في العراق سابقا هو غفلة الآباء. أنت شوف اللي الناس اللي قاعدين في بريطانيا يحملون نفس الأمراض، بل أنهم أصبحوا سبة لما راحوا العراق استلموا المناصب، يحمل ثقافة التغيير وإلغاء الآخر. وانت شوف يعني من بعد الملكية طبعا قتل، احنا ما عندنا حسب ما يقول هذا ديفيد هيرتز، يقول احنا العراقيين ما عندهم اكس بريزيدنت، عندهم ديد بريزيدنت. لا تتجمع علينا الخبرات، وهذا هو نتيجة يعني تراكمات نفسية وثقافية. أنه شوف أنت حتى أستاذ الجامعة، يعني قليلين يحق لهم أن يقول أستاذ الجامعة،